السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدين متابعين أينما كنتم نحييكم. موضوعنا لنهار اليوم هو عبارة عن رسالة مشفرة، رسالة مصغرة لأولئك الذين لا يعلمون ماذا يفعلون وهم النمامون. يا أخي النمام ويا أختي النمامة، الناس اللي راهي تدير ما بين هذا وذاك، الناس اللي راهي تقطع في الأرحام، الناس اللي راهي تدمر ما بين العائلات، الناس اللي تدخل ما بين الجيران والإخوة بالسيوف القاطعة، ألسنتكم بذيئة جدا. سأطرح عليكم سؤال وجيه ومختصر، ماذا جنيتم وراء كل هذه الكلمات وهذه الأفعال؟ شربحتوا بالدارجة من كلماتكم وعملكم هذا. للأسف شديد لقد خسرتم الكثير، لقد ابتعدتم بخطوات كبيرة عن الجنة واقتربتم بخطوات كبيرة إلى النار. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة قتات. القتات هو النمام، النمام هو اللي يتكلم ما بين ويقول كلمات ما بين العائلات لغرض التفرقة بينهم، بين الإخوة والجيران. الله يهديكم إن شاء الله، الله يهديكم. بعد 3 أيام أو 4 أيام من كلامك هذا وكلماتك البذيئة والجارحة، أنت ستنسى كل ما قلته ويبلك باللي نورمال لأنك ولفت العمل هذا. ولكن الله عز وجل يا أخي لن ينسى كلماتك، حتى الملائكة لن تنساها وقد سجلتها، حتى الشياطين الذين شغل اللي دمروك وقالوا لك قول هذا الكلام وخلاه تتعامل معاهم أيضا ما نساوش وما غاديش ينساو. وش نقول لك يا أخي؟ راجع أمورك قبل فوات الأوان، راجع وحاول تصلح ما فسدته، لأنك بصريح العبارة وبكل بساطة لن تصلح ما أفسدته، لأن الكلمات اللي خرجت من فمك كانت كالسيف القاطع، دخلت تلك البيوت وفرقت وشتتت، لن يعود أي شيء كما كان، ذلك بفضلك أنت أخي النمام. أحول ولا قوة إلا بالله. ويقول أيضا: إذا حفظت ما بين شفتيك دخلت الجنة. شفتوا لسان واش يدير أخوتي؟ حاجة كبيرة بزاف. إحنا راهي تبنى باللي تحسبونه هين وهو عند الله عظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله وحسبنا الله ونعم الوكيل. هذه الرسالة أخوتي ما تخليهاش تحبس عندك، خليها تمشي، لأن هذه الظاهرة انتشرت كثيرا في مجتمعنا الحالي. ونطلب من الله عز وجل أن يهدينا مشاهدينا، أن يستتبعينا، أن يستتعزنا. بارك الله فيكم ونشكركم كثيرا على حسن المتابعة. تحياتنا الخالصة لكم. السلام.